بالنسبة ليزيد بن معاوية هو ليس بصحابي، هو ولد في خلافة عثمان، يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا رآه أبدا، وإنه ولد في خلافة عثمان، يعني تقريبا ولد سنة 30 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة تقريبا ولد، وليس بصحابي، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. زين، فهذا أمر. الأمر الثاني يعني يزيد ملك من ملوك المسلمين، له أعمال صالحة وله أعمال سيئة. من أعماله السيئة أنه وقعت في عهده ثلاثة أحداث كبيرة، منها مقتل الحسين رضي الله عنه وأهل بيته، منها وقعة الحرة لأهل المدينة، منها حصار عبد الله بن الزبير في مكة ورمي الكعبة بالمنجنيق. هذه ثلاث أحداث وقعت في عهد يزيد، وكل واحد يعني عظيم حقيقة يعني. فلذلك لهذه الثلاثة هناك من أهل العلم من أباح لعنه أو أباح سبه لهذه الأمور الثلاثة التي وقعت في زمنه، هذا عدا ما اشتهر عند البعض من أنه كان يشرب الخمر أو كان يلعب القردة أو غير ذلك من الأمور، وغير بعد بعض الروايات رويت عنه أنه يعني كان يسب الدين ويستهزئ به. طيب، فبناء على هذا بعض أهل العلم يعني أباح لعنه وأباح سبه. القول الثاني أهل العلم أنه لا يجوز لعنه مع إقرارهم بأنه يعني وقعت هذه الأحداث الثلاثة اللي مقتل حسين وأهله وأهل بيته ووقعت الحرة وحصار مكة. طيب، يرون أن هذه الأفعال جرائم عظيمة، ولكن يرون أن مقتل حسين لا شأن له به، ولكنه وقع في عهده ولم يعاقب قتلة الحسين، خاصة عبيد الله بن زياد ومن على شاكلته، وقعت الحرة بأمره، حصار عبد الله بن زبير بأمره، فيقول هو يعني يرون أنه يعني مرتكب لأمرين شنيعين عظيمين، خاصة في حصار الكعبة وحصار مكة ووقعة الحرة. طيب، لكن يقولون يبقى أنه مسلم، طيب، وعنده من الأعمال الصالحة أنه كان في فتوحات في عهده، كان يعني الإسلام عام المسلمين، وله ويقول راعي صلاة، رجل عنده صلاة، كما دخل عليه محمد أخو الحسين محمد بن علي بن أبي طالب، لما دخل عليه قال رأيته يسأل عن السنة ويحافظ على الصلاة ويسأل ويتفقه في الدين، طيب، فأثنى عليه خيرا. فالله أعلم بحاله، وإذا كان الإنسان حريصا يعني أن يلعن العصاة، خلي يوم حق يزيد، يوم أبو جهل، يوم أبو لهب، يوم الخميني، يوم يعني يمسك هؤلاء بالدور، يوم هتلر، يوم هذا، يستلمهم. أما يصير ما عنده شغل ليزيد، ما هو صحيح هذا الكلام. يعني الحمد لله، استغفر الله، الحمد لله على كل حال، الملاعين كثر. طيب، في ملاعين يقينا 100%، ليش تروح حق واحد يعني مشكوك في أمره أنه مسلم تاب، عرفون، قد لا يجوز لعنه، قد كذا. في ناس 100% ملعونين، العن هؤلاء إذا ظهر كفرهم وظلمهم وجحودهم وكذا، فليلعنهم. أما أن يركز دائما على يزيد على يزيد على يزيد، هذا كلام باطل، هذا لا شك أنه من تبليس الشيطان. أي نعم.